الجانب الإيجابي اللي تحقق في بطولة كأس ملك تايلاند وقبلها خليجي 25. أنا تحدثت لك عن الأجواء الباردة، وحتى أيضا عملية وصولنا إلى العاصمة الأردنية عمان كانت إيجابية. تعامل الجانب الأردني كان إيجابي جدا مع رجال الصحافة والإعلام، عملية الدخول كانت سلسة حتى في أرضية الملعب، من مدير الملعب إلى كل الموظفين العاملين في الملعب. الملعب ملعب عمان الثانوي اللي خاض بمنتخبنا الوطني اليوم الوحدة التدريبية المسائية، كان تعامل إيجابي مع الإعلام. الوحدة التدريبية كانت مفتوحة لمدة 15 دقيقة. خليني أذكر لك نقاط مهمة داود. الوحدة التدريبية الصباحية ركز خلالها كاساس على الجوانب الدفاعية، عكس الوحدة التدريبية المسائية اللي ركز خلالها على الجوانب الهجومية. بالتالي اليوم يمكن هو الموضوع من تنظر له من جوانب بعيدة يكون صعب. كاساس اللي عمل مع برشلونة واللي عمل مع إسبانيا بيعتمد على فلسفة كيف تستخلص الكرة بأسرع وقت وكيف تحافظ على الكرة لأطول فترة ممكنة. هو صعب بأنه أنت تزرع هذه الفلسفة في أي منتخب عربي، مع كل احترامات لكل اللاعبين، لأنه أكيد يعني فروقات بالإمكانات، فروقات بتفاصيل عديدة، لكنه كاساس يركز على نقاط مهمة هي كيفية بناء هوية للمنتخب الوطني. لذلك تحدث مع اللاعبين بأنه الأساس بأنه إحنا ما نفقد الكرة بأسرع وقت، نحاول يعني نخلي الكرة بقدامنا لفترة طويلة، وحتى من نفقد الكرة نحاول نسترجعها بأسرع وقت ممكن. هذه النقاط اللي تحدث لك عنها داود، النقاط الأساسية اللي ركز عليها كاساس خلال الوحدات التدريبية السابقة والوحدة التدريبية المسائية والصباحية لليوم. هاي انت اليوم وصلت وعرفت كل هاي الاشياء. رايح قبل يوم ايش تجيب لي؟ ايش راح تعرف؟ خليني اعطيك معلومه بعد ايضا مهمه. يلا خليني اعطيك بعد معلومه ايضا مهمه. يمكن احنا انت تتحدث واحنا نتحدث وكل الاعلام بانه نركز على انه هذه البطوله هي الاختبار الاخير لجميع اللاعبين، وهذا عكس ما يتحدث بكاساس. كاساس في حديثه مع اللاعبين وحتى في حديثه مع الأشخاص المقربين وحتى مع مساعديه، هذه ربما تكون 70% من هذه البطولة الأسماء اللي راح تتواجد في كأس آسيا وتصفيات كأس العالم. 30% من الأسماء كاساس راح يركز بشكل كبير على مباريات الدوري. أيضا كاساس يضع في حساباته دوري المحترفين، راح يتابع كل اللاعبين، وذكر للجميع بأنه أبواب المنتخب راح تبقى مفتوحة، لأنه هو يعتبر هو عكسنا، يعتبر هذا الموضوع طبيعي، لأنه ممكن يتغير في أي وقت، ممكن يصاب عندك لاعب. كل ما تكون قاعدة البيانات اللي عندك واسعة، كل ما تكون الخيارات عندك كثيرة. بالتالي كاساس ذكر نصا بأنه أبواب المنتخب مفتوحة لجميع اللاعبين حتى انطلاق أول مباراة في تصفيات كأس العالم، وأيضا قبل انطلاق بطولة كأس آسيا. حلو، زين. الأجواء داخل المعسكر أحمد، يعني حتى أنهي وياك وانتقل لمحور حلقتي لهذه الليلة، الأجواء داخل المعسكر، اللاعبين شفتهم، كنت قريب اليوم حتى اللقاءات اللي أجريتها مع مرخاز دوسكي وأمير العماري. يعني بالشارع والأخبار اللي دائما تتحدث بأنه أكو أخبار، أكو خلافات ما بين اللاعبين المحترفين واللاعبين المحليين، ربما تكون موجودة الأخبار، لكن أنت من تدخل الوحدة التدريبية بصراحة تشاهد شيء مفرح جدا، يعني تقارب ما بين اللاعبين، روح كبيرة. يحسب بشكل كبير هذا الموضوع لكاساس بأنه أبعد اللاعبين عن هذه التصريحات، يعني خلى تركيز اللاعبين دائما داخل أرض الملعب. لذلك كان بصراحة شاهدت تركيز كبير من اللاعبين، روح معنوية كبيرة كانت داخل الملعب. الجميع كان عنده إصرار، عنده طموح بأنه يشارك بالمباراة، لأنه بالتالي داود يوم الخميس راح يتم استبعاد لاعب واحد فقط، راح يذهب إلى المدرجات، لأنه هذه البطولة ما تعتبر ودية، تعتبر ضمن أيام الفيفا داي. 23 لاعب راح يكونوا موجودين بالتشكيلة.